تدرس أحد اللجان القضائية عقوبة التشهير بمن يتورط في تزوير صكوك أراضي أو مخططات سكنية، سواء كانت تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى الغير أو ضمن أملاك الدولة. يأتي هذا الأمر في الوقت اللي كشفت فيه وزارة العدل عن استرجاع أكثر من مليار ونص متر مربع من الأراضي المسروقة خلال العامين الماضيين. تم تزوير صكوكها وسلبها عن طريق التعدي عليها، وشملت تلك الصكوك مواقع متفرقة في مكة المكرمة وجدة والمدينة وينبع ورابغ والليث والطائف وعدد من المناطق الأخرى. انضم لي هاتفيا من جدة رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة الأستاذ عبد الله الأحمري. أهلا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير لك للأخوة المشاهدين. أنت زعلان علي فأنا برضيك الحين قدام الناس، فأعتذر منك إذا زعلان. أهلا وسهلا، أولا لا ليس لي بيني وبينكم أي زعل. طيب. أو أي حساب. أيه. وأنا مستعد بأي أسئلة أو. طيب يا سيدي، أسألك عن فكرة التشهير هذه، إيش الفكرة يعني اللي وصلتكم إلى الآن أنتم في الغرفة، وأنت كشخص يعني لك باع فيها في 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 يعني في الغرفة التجارية، جاكم فكرة عن هالموضوع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا ما سئلت عنه هو كان استطلاع رأي صحفي في أحد الصحف المحلية عن الصكوك المزورة والصكوك المهاجرة والصكوك الطيارة، فكان من ضمن إجابتي على استفسارات أنه يجب أن يكون من وسائل الردع المزورين أن يكون هناك تشهير بمن يقوم بتزوير هذه الصكوك، على أساس لأنه التشهير هو يعني هو عقوبة. عقوبة بحد ذاتها يعني. نعم، عقوبة بحد ذاتها على أساس أنه يحجم مثل هؤلاء، لأنه إذا ترك هذه المرة فسوف يتمادى. صحيح. في مرات أخرى. احنا نبغى تشاركنا ان شاء الله تكون معنا ايضا زي الاستاذ محمد العمري، تكون معنا من جدة، نبغى نتكلم معك بتوسع اكثر في هذا الموضوع وغيره. الاستاذ او الدكتور عبد الله الاحمري شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافيه، ونبغى نتواصل معك من جديد ولا تزعل علينا بس ان شاء الله، ولا يكون بيننا اي عتاب باذن الله. يعطيك العافيه سيدي.